من المشاكل التي أخذت بالتزايد للأسف في هذه الأيام هو تساهل الأهالي في منح أبنائهم للسيارات، وهذا دائما ما يكون بدافع المحبة، مع أن المفروض والواجب أن يكون العكس من ذلك. يعني الأهالي الذين يحبون أبنائهم ويريدون المحافظة عليهم المفروض تجنيبهم خطر السيارة. كذلك الأهالي غير مؤهلين على تحديد قدرة هؤلاء الشباب على استعمال السيارة، فليس كل من يجلس خلف مقود السيارة يكون ملما بجميع تعليمات وعلامات المرور.